سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعداء. وبعد فينا شنو بكره عشان نربط الكلام ده هذا بيت يلا كده نقرا الايات في ايه جمع اولا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد عرف مع التوحيد فارشد الخلق لدين الحق بسيفه واديه بالحق محمد العاقل برسل ربه واله وصحبه وحزبه. وبعد فالعلم باصل الدين محتم يحتاج للتدليل لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه محدوده لقد تهاجر جوهر التوحيد قد اثبتها والله ارجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. فكل من يدرك شرعا وجبا عليه ان يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع. كل من قل لك بالتوحيد ايمانه لم يخلو من ترديد ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف ضر الغير كفى وإلا لم يزل في الطير. إن كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. وقفنا عند هذا الايه؟ هذا البيت. يعني الكلام الآن في حكم ايه؟ إيمان المقلد وذكر ما يتعلق به من خلاف العلماء. إن كل من قلد علة لقوله وجب عليه أن يعرف ما يعني البيت الايه؟ الذي قبله. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب. فبيقول هنا إذ كأنه يعلل يعني عاوز يقول لك طالما وجب عليه يبقى المعرفة لا تكون إيه عن إيه عن طريق التقليد. يعني يجب عليه أن يعرف لا يجب عليه إيه أن يقلد. إذ كل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف إذا معناها هنا هيعلم. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلق يعني يريد أن يقول لك الإيمان الصحيح لا يكون عن تقليد وإنما يكون عن معرفة. وهو معنى إذ كل من قلد في التوحيد وحاصل من حط عليه كلام الأشياخ انحط يعني انصب يعني وقع عليه يعني. يمكن العبارة كده احنا مش بنستعملها لكن هي عبارة صحيحة. أن من عرف الله بالدليل ولو إيه جمليا أو جمليا يعني يجوز يقول الدليل الجملي أو إيه الجملي. إذ من عرف الله تعالى بالدليل يعني بإيه هذا الدليل إما أن يكون دليل تفصيلي وإما أن يكون دليل إيه؟ إجمالي اللي هو الإيه؟ الجملي أو الجملي. إيه الفرق بينهما؟ إنه يقول إيه الدليل لكن لا يعرف جهة الدلالة ولا يعرف حل إيه الشبهة. يعني يقول كده لكن ما يعرفش يجيب إيه؟ لا يعرف إيه؟ أن يأتي بالجهة لا بالمقدمات الصغرى والكبرى ولا يرتب أو لا يعرف يقيس المسألة قياس عقلي يعني معناها فحواها ومضمونها هو إيه كده لا يعني يعجز عن زي الإنسان اللي له حجة أو صاحب حق
ولكن يعجز عن إثبات له هذا الحق له، يعني ما عندوش مثلا أوراق رسمية، ما عندوش شهود، لكن يعرف يقينا أنه على الحق، يعرف أن هذا ماله أو ذا الدليل له الجملي عارف. لكن المشكلة التي تعوزه مش أنه يعرف أنه هذا حق أو هذا باطل، إنما كل ما في الأمر أن يقنع عليه الخصم أو المنكر. يعني أنت أمام ساحة القضاء عارف نفسك 100% على حق، لكن ما تستطيع تثبت دليل مقنع أو دليل مثلا مادي زي ما بيقولوا للقضاء حتى تحصل به على البراءة. هذا يسمى إيه؟ دليل جملي. والله العظيم أنا لا يمكن أعمل كده، أقول له كيف أعمل كده، لا يمكن أحصل، أنا كنت في وقت أبدا، لكن لا تستطيع إثبات ذلك أو لا تستطيع تركيب الحجج. هذا اسم الدليل إيه؟ الجملي. أما التفصيلي يقرر مسألة مسألة ويرد على شبهة إيه؟ شبهة. فمن عرف الله تعالى بالدليل ولو جمليا ولو لم يكن باصطلاح أهل الكلام، يعني مثلا يعرف بعض الناس أدلة لكن لا تقع تحت الاصطلاحات الكلامية، يعني دليل بالفطرة، دليل مثلا بالإعجاز العلمي، من أي طريق آخر غير الأدلة والحجج المنطقية العقلية التي استعملها المتكلمون. في حجج بيسموها حجج خطابية كده إقناعية، يعني الخطيب يستطيع أن يقنعك مش على جهة القطع، بالإثارة بالعاطفة بأي شيء ثاني، فهو مؤمن اتفاقا. ومن عرفه بلا دليل أصلا بل بالتقليد ففيه ستة أقوال. يعني هنا عاوز يقول لك الآن دلوقتي إحنا عاوزين الأول نحد الأول إيه معنى التقليد، ما المراد بالتقليد؟ التقليد هو الإيه؟ الأخذ أو اتباع أو اعتقاد قول الغير من غير أن يعرف دليله. يعني إيه معنى مقلد؟ يعني أنت كذا منساق ومتبع ومؤمن بل وموقن بإننا على صح، لكن لا تعرف إيه الأدلة اللي عندي. أما ليه؟ كيف عرفت؟ ده شكله مش كذاب، أنا ليه نظرة في الإنسان، ده مش ممكن يكون نصاب. لو عرفت كيف؟ يعني أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما دعاه إلى الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يطلب لا دليل ولا حجة ولا برهان، فقالوا كيف والحديث صحيح؟ قال أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. شكل ده ما يكذبش أو ده إيه؟ يبقى إذن هنا إيه؟ هذا الرجل يعني كده في تقوى فراسة المؤمن. يعني أنت مع كثرة معاملتك واحد تجد إنسان عليه هيبة كده وعليه وقار وعلى وجهه نور كده، فتقول ده رجل صالح، هذه الدليل على صلاحه. ما دام دخلتنا في الأدلة يبقى أنا حسكت، ما هو كده. يبقى إذن المراد هنا إيه؟ التقليد هو الأخذ أو اتباع أو اعتقاد قول الغير من غير ما تعرف دليل. حديك مثال تعرف فيه الفرق بين المقلد وبين غير المقلد. إن شاء الله قريبا هنستطلع إيه؟ رؤية هلال شهر رمضان، أعاده الله تعالى علينا وعليكم وعلى الأمة بخير والبركات إن شاء الله. فرحنا شاهق جبل أو مكان مثلا عشان نرى الهلال، أخذت معي أنا حوالي 10، قعدت أنا أتحرى وأنظر سواء بالعين المجردة أو بالأجهزة الحديثة، فرأيت الهلال فأخبرت الذين معي، هم معاي بس ما شافوش، انا واحد منهم او انا رايت الايه الهلال، فلما اخبرتهم صدقوا قولي تمام كده وفرحوا وهللوا الله اكبر دون ان يطلبوا مني
أن أريهم الهلال كما رأيت، فهؤلاء جميعا مقلدون. إنما لو قالوا تعالى كيف شفت الهلال، ورينا كده شكله كده، أين رأيته، فلو رأوا كما رأى خرجوا من التقليد. يبقى الأول لما اتبعوه وصدقوا كلامه يبقى ده هؤلاء إيه؟ مقلدة، سواء قلدوا على حق أو على إيه؟ على باطل. يبقى إذا جماعة كده استطلعوا الهلال، فواحد منهم رآه فبلغهم فصدقوا أو أخذوا بقوله دون أن يطلبوا منه دليلا أو حجة أو تأكيدا، يبقى دول اسمهم إيه؟ مقلدون. أما في ناس ما يرضوش بكده، يقول لك لا إحنا لازم نشوف زيك، أنت مش لسه بتقول شفت لا ورينا كده. فرأوه جميعا، يبقى في الحالة دي ما يبقوش مقلد، لأن الكل إيه؟ رأى الإيه؟ الهلال. ومن شهد منكم الشهر فليصمه. جماعة كده ماشي؟ فهمنا كده الفرق بين التقليد وبين إيه؟ واضح كده فهمنا الآن إيه معنى المقلد؟ يعني واحد مثلا خرج كده في هذه الحياة، وجد أبوه بيصلي وأمه وأهله والناس في رمضان يصومون ويدفعوا زكاة الفطر ويفعل كما يفعل، وهو مستريح نفسيا ومعتقد هذا أنه ده صحيح وحق، أنه هداية من الله، يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن لو سألته إيه الأدلة على صحة ما تعتقد، لا يعرف، يبقى ده اسمه ده ايه؟ مقلد. اسمه مقلد. فهمنا كده؟ نعم. لكن اللي انا عاوز اقوله ايه؟ يعني تخليد اللي هو يعني لا يعرف دليلا اصلا، هذا لا يكاد الا مثلا يكون واحد ابله او احمق او كذا، انما اي انسان ركب فيه هذا العقل ويستطيع التمييز كده او الليل من النهار او يدرك الخطأ من الصواب، فلا ينعدم الدليل عنده ولو جمليا. يبقى معناها يعني يكاد يكون المقلد بمعنى انه لا يعرف لا دليل جملي ولا دليل تفصيلي، ده يكاد يكون لا وجود له. انه احنا قلنا مهما اشتد الجهل ومهما بعد الانسان عن العلم وعن الثقافه، ولكنه لا يعدم، ما ينعدمش الدليل الجمل عنده، ده مسوق مساق الفطره والعقل والفهم، فهو يعني ما يعجزش عن تقرير دليل جمل. فماذا اراد المتكلمون لما قالوا المقلد؟ يريدوا به مين؟ ما اظن انهم يريدوا اللي هو لا يعرف الدليل الاجمالي. وجدا كلام المتكلمين على حسب ما فهمت منصب على الايه؟ الذي لا يعرف الدليل التفصيلي، انما الاجمال لا، ما فيش ما الا البله الحمق المغفلين، الحاجه اللي هي يعني انسان كده معكوف، ده ممكن. انما ده يعني في واحد ما يعرفش الدليل اللي هو النساق الاعرابي، البعره تدل على البعير، اثر الاقدام، يعني حتى مركب في فطره الانسان، وان عجز عن تقريره او عن بيانه او عن صياغه اسلوبه، ولكنه يستطيع ان يعبر عنه ضمنا. هنستعرض الاقوال ونشوف ما نحكم. المهم فهمنا الانسان عشان نتصور بس ليه المساله تصور صحيح. احنا قلنا هنا ومن عرفه بلا دليل اصلا، يبقى كلامه هنا يعني ما عندوش لا دليل اجمالي ولا دليل تفصيلي. يعني سألت ما الدليل على وجود الله، فقال لك خلق هذا العالم او هذا العالم هو الدليل. فان سألته ما جهة الدلالة، جهة الدلالة طبعا يا إما الحدوث يا إما الإمكان، يا إما الحدوث والإمكان يا إما الإمكان بشرط، ما أعرفش الكلام ده.
يقول لك لا يا عم انا كده انتوا ايه لكم دينكم ولي دين. يبقى في هذه الحالة ايه؟ يبقى ما يبقاش مقلد. لأنه ذكر دليلا ايه؟ جملين. لكن لو سألناه ما الدليل على وجود الله فقال لا أدري لا أعرف أو في الله خلاص دليل ما عندي شيء. مين ده؟ أنتم هل أنتم كنتم عايشين في الدنيا وشفتوا ورحتوا الصعيد ورحتوا هنا ورحتوا أفريقيا ورحتوا نيجيريا ورحتوا هل في نوع من ساعات يصعب فهم إيه الكلام؟ لكن هي مسائل نظري على فرض خليها افتراض مش شرط يكون واقعيين والعلم مش شرط يكون يعني فيه إيه اعتبر الكل الذي لا يوجد له أفراد في الخارج. ورينا ما أظن حتى الناس النساء العجائز اللي هم كبار جدا ما عندهم أدلة وأدلة قوية كمان. ده بعض علماء المتكلمين في آخر عمره كان يقول اللهم إيمانا كإيمان العجائز. يعني مثلا مش عاوزين نقول فلان. فمعنى كده إنه ما فيش حد ما عندوش دليل إيه؟ دليل في الجملة. لا على فرض نشوف. ففيه يعني في مين ده؟ يرجع على مين؟ المقلد اللي هو ايه؟ اللي هو الذي لا يعرف دليلا اصلا لا جمل ولا تفصيل. فيه كم قول؟ ستة اقوال. اقرأ الاول. الاول لابي هاشم الجبائي رئيس المعتزلة. ابي هاشم الجبائي لرئيس المعتزلة. تمام؟ بيقول ايه؟ معروف كلام المعتزلة ايمان المقلد غير صحيح. تمام كده غير صحيح. تمام كده؟ ونقله عن أهل السنة كذب أن إيمانه غير صحيح في الآخرة وأما في الدنيا فاتفقوا على إيمانه لقوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وفي حديث ثاني إذا رأيتم الرجل يعني دي آية قرآنية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا في قراءة فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام الإسلام عن الإسلام يعني الشهادتين لست إيه مؤمنا. فلو كان يعني هو بيقول أشهد الله لا يتوقف هنا الإيمان على معرفة أنه هو مقلد ولا عنده نظر وعنده إيه وعنده دليل يعني ما تنفوش عنه الإيه الإيمان لأنه ألقى إليكم بهذه الإيه بهذه الكلمة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان يعني ده معناه إيه؟ ها؟ شهادة بأن يحكم به بإيمانه. قال إحنا من نشدأ بإيه؟ بالحكم بإيمانه بالمعتزلة والذين قالوا بأنه إيمان المقلد غير صحيح. قال لا شأن لنا بالحكم على إيمانه في الدنيا ولكنه غير صحيح في الآخرة عند الله. لكن في الدنيا طالما بأشهد الشهادتين من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو الإيه يبقى احنا نعامله به بما نراه. أما هم بيحكم هنا الحكم المصب على إيمانه أي اعتقاده في الآخرة. الثاني هو صحيح إلا أنه عاصم. يبقى الرأي الأول إيه؟ ها؟ إيمان المقلد غير صحيح والمراد بغير صحيح يعني عند الله يعني في الآخرة. أما في الدنيا عادي يدخل المسجد مش هنقول كل واحد حيدخل يصلي في المسجد يقول له تعالى ورينا الأدلة. وكذلك مثلا حديث اللي بيستدل به حديث الجارية إن كان في كلام في لفظة أين وإسناد الأين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كلام كثير في هذه اللفظة حول إثباتها وحول إيه وحول نفيها. هذا الحديث أيضا الجارية لما أشارت وقالت في السماء قال اعتقها فإنها إيه مؤمنة ده دليل على إنه إيمان المقلد صحيح. قال المعتدل أيوة صحيح بس في الدنيا وليس فين في الآخرة. الثاني هو صحيح وأما في الدنيا فاتفقوا على إيه على إيمانه. يبقى عندنا هنا الشواهد اللي ذكرناها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي
لما سألوا قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحدا بعدك. قال إيه؟ قل آمنت بالله ثم استغفر. وحديث إيه؟ الجارية. وحديث إذا رأيتم الرجل إيه؟ يعتاد المساجد. يعني إيه الشاهد هنا؟ مجرد نطق الأعرابي بالإيمان مع الاستقامة صار في عداد المؤمنين، وبإشارة الجارية إلى السماء شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك دون معرفتهما بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من أي منهم الدليل على إيه؟ على إيمانه. يبقى معنى كده إيمان المقلد إيه؟ صحيح، لكنهم قالوا صحيح يعني في إجراء الأحكام الدنيوية، أما عند الله تعالى فغير صحيح. الثاني هو صحيح إلا أنه عاصي لترك النظر مطلقا، كان فيه أهلية للنظر أم لا. يعني في قول ثاني إنه إيمان المقلد صحيح، تمام صحيح، إلا أنه عاصي. المقلد إيه؟ عاصي. عاصي ليه؟ لترك النظر مطلقا. هي معنى مطلقا سواء كان في أهلية إنه ينظر أو لا، يعني طالما ربنا سبحانه وتعالى أوجب أو كلفنا بالمعرفة والنظر هو طريق المعرفة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذن فالنظر واجب زي المعرفة لأنه وسيلة المعرفة. يبقى من قصر في الواجب أو من ترك واجبا يكون عاصيا أم لا؟ يبقى عاصي. يبقى إمام المقلد صحيح ولكنه إيه؟ عاصي بتركه النظر، سواء كان يستطيع يعني عنده أهلية أو ما عندوش، عاصي مطلق. فهمنا كده القول الايه الثاني. القول الأول غير صحيح خلاص في الآخرة، لكن بالنسبة للدنيا صحيح لوجود نصوص تعارض كلام المعتدلة فيما ذهبوا إليه، اللي هي حديث المساجد، حديث عتق الجارية، قوله تعالى ولا تقولوا إيه لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي أول ما واحد يعلن الشهادتين ويدخل في الإسلام يحكم له ليه بالإيمان ولا يسأله عن الأدلة. هاتوا كده حديث، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه الدليل على كذا، أي شيء مما يتعلق بالإلهيات أو بالنبوات أو بالسمعيات اكتفى منه به بمجرد النطق. فهذا يدل طالما لم يطلب الدليل، يعني معناه حيستوي من آمن عن دليل أو عن إيه غير دليل، يعني كلاهما سواء، لأنه مهما كان باحث أو عالم أو من أهل الكتاب، أهل الكتاب كان عندهم علم وعندهم أدلة وعندهم حجج. فلم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء يعلن إسلامه سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب أن يأتي بدليل، فدل على إنه إيمان المقلد صحيح. فكيف قلتم إنه غير صحيح؟ يعني المقلد كافر معناها كده. طب وكيف وهذه الآيات وهذه النصوص تعارض ما تقولون؟ قالوا هو إيه بالنسبة للدنيا فهو إيه مسلم وهو مؤمن، أما هذا الذي نقوله بالنسبة لإيه لأنه عاص لأنه كلف، تمام، والتكليف لم يعلق على الأهلية، يعني التكليف علق على أنه في إيه أن مناط التكليف هو العقل، في عقل ولا ما فيش؟ الأهلية دي بتيجي بالخبرة، بتيجي بالتجربة، بتيجي، إنما كلفه الله تعالى بشرط وجود العقل. ما أنا ممكن بهذا العقل أدرك الهندسة، أدرك الطب، لكن كون يكون عندي أهلية أو ما عنديش أهلية دي خاضعة للتجربة، إنما الأصل هو إيه؟ وجود الإيه؟ الشرط بتاع التكليف اللي هو العقل.
لا، الأهلية مش معناها العقل، الأهلية معناها الخبرة، يعني التجربة، يعني هل يصلح أو لا يصلح، لكنه يمكن صلاحه لهذا البلد، لكن من خلال التجربة وجدنا أنه ميول أو استعداد، يعني مش ماشي معنا يمشي معنا. هذا المراد بالأهلية، زي أهلية التدريس مثلا، أهلية مثلا الخطابة، يعني ممكن أنا طالما أنت بتتكلم وتستطيع تصوغ عبارات تبقى أنا كده أكلفك بالخطابة، سواء كنت أهل أو غير أهل، وإذا تركت تبقى عصر واضح كده؟ يلا خذ يا جبنا. الثالث هو صحيح إلا أنه عاصم بترك النظر إن كان فيه أهلية للنظر. هذا القول الثاني عاصم مطلق، سواء عنده أهلية أو ما عندهش. طب ليه إذا كان ما عندهش أهلية زي مسائل بدري، كيف يكون عاصيا؟ ما هو العصيان مش مرتبط بالأهلية، العصيان مرتبط بالتكليف، والتكليف شرطه إيه؟ البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة، مش كده؟ وهذا متوفر خلاص بكده عصر. القول الثالث هو صحيح إلا أنه عاصم بترك النظر إن كان فيه أهلية للنظر وكان متمكنا من المعرفة. يبقى القول الايه، عارف الفرق بين القول الثاني والقول الثالث؟ إنه عاوز يقول لك الأهلية دي موجودة حتى زي ما هي، معنى عنده أهلية وما عندهش أهلية، هو المراد عنده أهلية وما عندهش أهلية، ده للناحية التفصيلية، من الناحية الجمالية دي لازم يكون عنده. فعشان كده قال لا، يعني معناها يعني ما يقدرش يعني يجيب دليل حتى ولو إجمالي، مش حاجة اسمه ما عندهش أهلية، معناها إيه؟ أدلة إيه؟ إنه يعني هيستطيع يكون أهلا مهما كان يعني في التخلف والانحطاط، لكن يستطيع ان ياتي يعني في اهليه ممكن يجيب دليل لو انه استعمل النظر اقل استعمال. اما القول الثاني، القول الثالث عاصم بترك النظر ان كان فيه اهليه، يريدون هنا ايه؟ التفصيلي. ولذلك احنا قلنا في الاول ايه؟ سواء هلا ايه؟ مطلق. احنا ممكن نقر او ناخذ بالقول الثالث ونراه انه اقرب ايه الاقوال الى الصحه، اللي هو ان ايمان المقلص صحيح، ولكنه ان كان عنده اهليه مثلا يعني في نجوم او في استعداد وترك هذا ولم يستعمل، يعني اذا هو ايه عطل ايه بعض ما انعم الله به عليه. لم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الباطل، يعني كان ممكن يستعمل هذه النعمة فبإهماله وتقصيره عصر. بس هذا المراد به في الايه؟ في الأدلة التفصيلية وليس في الأدلة الايه؟ في الجملية. الرابع إن قلد معصوما كالقرآن. إذا كده القول الثالث ده هيعتبر هو أصح الأقوال، أصح الأقوال. القول الرابع، الرابع إن قلد معصوما كالقرآن والسنة فهو غير عاصم وإلا فهو عاصم. هذا القول الرابع ده مستبعد ليه؟ لأنه الأخذ بالظواهر صحيح، النصوص معصومة، تمام كده؟ النصوص معصومة، يقول لك إن قلد معصوما، يعني إيه معصوما؟ يعني قلد القرآن الكريم، بمعنى انه هي معنى يقلد القران. واحد مثلا يقول لك كيف يقلد القران؟ ما ممكن يقلد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يقلد القران؟ بمعنى انه ياخذ ما يقع عليه الفهم لاول وهله فيجعله حجه دون ان يعمل فيه نظر او استنباط او فكر. فيذكر مثلا انا مره كنت استغرب يعني كيف يقلد القران، فوجدت بعض القراء الذين لم يدرسوا الفقه، مثلا قارئ كده وثوب جميل وكذا ولا درس اصول فقه ولا منطق ولا، بس قرأ له القران، فجاءه رجل وقال انه ايه طلق امراته مرتين والان وقع في ايه في الثالثه،
فقال له ايه الطلاق مرتان كده. يبقى ده عمل ايه؟ خد كده بظاهر الرجل بلق مر طلاق مرتين خلاص. وبعد كده الثالثه دي خلاص انتهينا لا تحل له، لكن لم يفهم ما هو اللفظ، هل كنائي هل لفظ صريح، هل في حاله الحيض هل يقع به الطلاق، اختلاف ما فهم شيء، فقط الا العدد او اعتبر ايه قلد ظاهر الايه القران. ولكن المشكله في ايه؟ ليس في تقليد النصوص، فان النصوص ايه معصومه، ولكن الفهم. ولذلك جعل الامام السنوسي اصول الكفر كام؟ اصول الكفر سبع، انواع الشرك سته، واصول الكفر منها ايه الاخذ بظواهر النصوص. ليه؟ لانه قد يكون هناك تعارض في الظاهر بين نصين، فاذا اخذت بظاهر النص هذا يؤدي الى انكار النص الاخر. فهمنا ايه معنى الاخذ بظواهر النصوص؟ يعني مثلا يجي في ايات تساله كده هل يرى الحق سبحانه وتعالى، روح ممكن غير ما يفهم لا تدركه الابصار، او ده عمل ايه؟ قلد ظاهر النص. وما فهمش الفرق بين الادراك وبين الرؤيه، لان الرؤيه تعتبر ادراك ولكن من غير ايه؟ من نوع من غير احاطه. اما الادراك فانه يزيد على الايه؟ نوع الكشف الاحاطه. فراح قلد هذا. او واحد مثلا مباشره قال لك ايه؟ يرى سبحانه وتعالى ولم ينفي الكيف ولا الجسميه ولا كذا، واستدل بقوله تعالى وجوه يومئذ ايه ناظره الى ربها ناظره، ولكن لم يذكر ايه انه يرى بلا كيف وبلا، لا لم يذكر، انما قلد. فالاخذ بهذا الظاهر قد يوقع الانسان في التشبيه والتجسيم، وهذا يؤدي ايه او مزلق له الى الكفر والخروج من المله. يبقى القول الرابع ده مستبعد. الخامس ان النظر حرام، هو مذهب غالب الصوفية، فإنهم يقولون متى غاب حتى يستدل عليه، ومتى خفي حتى يكون حتى تكون الآثار تدل عليه. هذا القول طبعا قول راقي عالي طبعا، يعني ليه؟ لأنه الصوفية طريقهم ليه؟ الكشف. وكلام ابن عطاء الله رضي الله عنه بيقول ايه؟ بيقول يعني كيف تكون الآثار هي التي تدل عليه؟ يعني لم يستدل الصوفية على وجود الله تعالى بالعالم، وإنما العكس، استدلوا على وجود العالم بوجود الله، لأن هو الإيه؟ هو الأصل. فهم لا يعيشون إلا في إيه؟ في مقام كده المشاهدة أو المراقبة أو الفناء، فلا يرون في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فطبعا مذهب إيه ده؟ خاص، وما اعتبرش الصوفية مذهب فقهي، خد بالك، وليس مذهبا عقديا. يعني لا هو مثلا ما نحسبش الصوفية لا في المذاهب الاعتقادية المرجع الشيعة المعتزلة، لا، ولا يحسبون في الايه في المذاهب الفقهية، وإنما هو مسلك تمام ذوق كده، يعني هو رقي فهم. فإذا صفى القلب من القدرات وحدث ايه في النفس صفاء، يكون هناك نوعا من الالهام او الكشف او البصيره او العلم اللدني، فلا يحتاجون الى النظر. فمن وصل الى مقام المعاينه او المشاهده ثم استعمل النظر فهو في حقه حرام. يعني مثلا انا اريت الشيء كده عين بالعين كده عين اليقين، فاذا طلبت مني الدليل كده هذا يعتبر عبث ونوع من يعني كده عاينا وشاهدنا، فكيف يطلبون الدليل؟ مثلا يعني واحد مثلا كشف له الله تعالى الحجب وراء الجنة وراء النار، إن طلب دليل بعد هذا معناها شك فيما إيه فيما راه، فمن هنا إيه النظر حرام. لازم نفهمها كده، مش معناها بيحرم يعني لمن وصل إلى هذه الحالة اللي هي حالة الصفاء وحالة الكشف خلاص وحالة الإلهام وحالة العلم اللدني. يعني مثلا تعالى قصد سيدنا الخضر في القرآن الكريم، فوجد عبدا من آتيناه
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. مين اللي كان يطالب مين بالدليل؟ يعني شوف سيدنا موسى الأول كان يقول له إيه؟ أخرقت لتغرق، كان ينكر عليه ويطالبه إيه؟ بالدليل. وبعدين لما وراه الدليل قال له يلا مع السلامة، هذا فراق بيني وبينك، طلبت الدليل. لكنه لو صبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي موسى، يا ريت إيه؟ صبر. وشوف تمنى الصبر في جانب مين؟ في جانب موسى مش في جانب الخضر. يعني كان المفروض يقول يا رحمة يا ريت الخضر صبر على سيدنا، لا ده يا ريت سيدنا موسى اللي هو ايه؟ اللي هو صبر. ليه؟ لانه مقام الخضر في المرحله دي كان مقام ايه؟ مكاشف، اطلعه الله تعالى على ايه؟ ما وراء هذه الامور، ولم يطلع عليه من سيدنا موسى. فلو اطلع الله موسى على ما اطلع عليه الخضر، لو سال الخضر عن ادله في الحاله دي يبقى ايه؟ ارتكب الحرام ولا ما ارتكبش؟ ارتكب، بس الاول لما سال كان في النواحي الشرعيه، ما كانش شاف ايه؟ اللي شافه مين؟ بدل قول تعالى علمناه ايه؟ من لدنا علما. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ يبقى معنى كده من فتح الله عليه بانوار المعرفه عن هذا الطريق اللي هو طريق الكشف او طريق الالهام او العلم اللدني، بعد كده ايه ما يدخلش مع الجماعه دول خالص، ده ليه سكه ثانيه، ليه باب ثاني مرتبه اعلى. بعض الكتب كان تطبع في الازهر هنا، كان مجله الازهر، كان الشيخ مصطفى الحديدي مش كده اللي كان يكتب في مجله، كان يقول كده معظم ما وصل اليه الاكتشافات العصريه الحديثه وصل اليه الصوفيه بطريق الكشف. ما وصلوا اليه بالاكتشافات النظريات والحقائق ولا وصلوا مباشره بطريق الكشف. واحيانا كان احدهم يعمل ايه؟ يستغرق كده فيطلعه الله تعالى او يكشف له الصواب في مساله معينه. ياتي الفقيه يعمل ايه؟ يستعمل الأدلة والقواعد الفقهية والقياس والنظر والاستنباط، وفي الآخر يجتهد يا إما يخطئ يا إما يصيب. ده وصل إلى هذه المرحلة معرفة الصواب في هذه المسألة دون هذا العناء، يعني جابها من إيه؟ من الآخر زي ما بيقول. زي إيه ما كان يحدث مثلا سيدي الشيخ عبد العزيز الايه الدباغ صاحب كتاب الادريس او كتاب عظيم مثال. هذا الرجل كان امي لا يحفظ الا حزب سبح اسم ربك الاعلى، ومع ذلك كان تلميذه عبد الله بن المبارك كان يسال عن اسئله يعني ما يسالش عنها اساطين العلماء وكبار المحدثين والمفسرين. يعني يذكر له حديث مثلا قصه الغرانيق، القاضي فلان مثلا اثبتها، ابن حجر السيوطي مثلا فلان وفلان نفاها، فالحق مع مين؟ مع من اثبتها او مع من نفاها؟ فيقول لا مع من نفاها. تمام كده، رغم انه ابن حجر قال ان القصه دي من ناحيه الصنعه الحديثيه الاسناد صحيح، من ناحيه الاسناد ومن ناحيه الروايه، لكن ده ايه؟ قال هذه لا يمكن، ده هذا ليس من كلام، يعرض عليه الحديث لا يعرف مين الراوي ولا سلسله الاسناد. فيقال له هل هذا حديث؟ بمجرد ما يسمع الحديث يقول هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومره انا شفت بنفسي رجل امي يسمع الايه؟ القران. فجاء القارئ في ليله كده بيقرا وراح اخطا، بدل مثلا يقول والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. فالرجل ده راح نبه، قال الرجل لا يحفظ القران ولا يعرف حتى اسم السوره التي يقرا فيها، ولكنه قال للناس نبهوا الشيخ اخطا، يعني ساب حاجه او نسي حاجه او إيه. فقالوا ليه؟ قال مش عارف، المهم هو بيغلط. فتذكر وعاد الايه مره ومره اخرى، فايه؟ فجاء بالايه؟ بالايه على وجه ياس. فقال له الان كمل كده خلاص سليم. فسالوه كيف عرفت؟ قال والله كان يخرج من فمه نور وهو يقرا متصل بالسماء،
فإذا انقطع هذا الخيط من النور علمت أنه أخطأ. شوف رجل قال فيه نور كده، شريط نور كده منه، أنا أراه بس إحنا مش شايفينه، من فمه إلى السماء. أول ما انقطع كده نروح من الجدع هنقول إيه؟ الكهرباء اتقطعت. أنا أفتكر إنه في عيب، إنما هو لا نور كده ما فيش طبعا لما أترك هناك، كان كده في الليالي إيه؟ السيف كده. مجرد ما يرى هذا الخيط هذا الشعاع من النور قد انقطع يعرف انه في ايه؟ في القراءة في خطأ. هل هذا النوع من الناس يقول يقال له هات الأدلة وهات بعض الناس كان يصلي وهذا موجود يعني عن قصص الصالحين على شاطئ، فأخذ بعض الناس يقول له هذه الصلاة لا تصلح هذه خطأ، ماذا أفعل؟ قال استقبل القبلة، كبر، اقرأ كذا، اعمل كذا، وصف له إيه؟ الصلاة الصحيحة. وبعد أن شرح له ذلك إذا به يأتي القارب اللي بيركب فيه فركب في النار. فالرجل هو في الصلاة نسي في حاجة عاوز يسأل عليها على المين الشيخ اللي شرح له الصلاة، فوجد القارب أو المركب مشت فيه في النهر مسافة، فبعد نادى عليه عشان يسمعه فلم يسمعه، فإذا به يمشي خلفه على الماء، فنظر الرجل فرآه ماشيا على الماء، قال تعالى اشرح لك ارجع كما تقول اشرحوا لك، احنا في المركب وانا نرتعش وانا خاف وانت تمشي على الماء وتريد ان افعل كما ايه. طبعا ده لا يقال لا يقال فين في الناحيه الشرعيه، لان مخالفه الشريعه ايه حرام، انما الناس دول ايه اسمهم ايه الخواص. فليس ما يوجد في كتب التصوف يصح ان ياخذه الناس للقدوه، ليه؟ لانك انت لم تصل الى هذا المقام او الى هذا الحال الذي وصلوا اليه، فلا يمكن تقيس نفسك عليه الا اذا بلغت الدرجه التي بلغها. وذلك التصوف يعبر عنه في الحديث الشريف هو مقام الاحسان، والاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. سيدنا الامام العز بن عبد السلام رضي الله عنه شرح الثلاثه، قال الاسلام هو قيام البدن بوظائف الاحكام. الاسلام هو ايه؟ والايمان هو قيام القلب بوظائف الاستسلام. طب والاحسان هو قيام الروح لمشاهده الملك العلام. ألا تراه؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعبد الله كأنك إيه؟ تراه، فإن لم تكن تراه فإنه، قال فأنت في الأول مراد وفي الثاني مريد، لما كانت الإرادة منه لك أشهدك إياه أعبد الله كأنك إيه؟ تراه، أنت في الأول مراد تبوى في الثاني، فإن لم تكن مريد، فلما كانت الإرادة منه لك أشهدك إياه، ولما كانت الإرادة يعني في الثاني منك له حجبك عنه، لأنك لا تصل إلى الله إلا بالله. فهؤلاء قوم يعني حالهم مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. نعم؟ نكملهم بس بعدين. يلا. القول الإيه؟ السادس. السادس أن النظر شرط كمال، فمن كان فيه أهلية بالنظر ولم ينظر فقد خالف الأولى. تبي الفرق؟ يا أسألكم أنا سؤال، ما الفرق بين الثالث وبين السادس؟ أن في السادس كان فيه أهلية بالنظر ولم ينظر أفهم، أما على هذا ترك الأولى فقط ولم يفهم. إذا هناك النظر مشروط بالإيه؟ بالأهلية. إذا معناها شرط أساسي، ها؟ شرط أساسي بس مشروط بالأهلية. أما هنا النظر نفسه شرط كمال، يعني من كان فيه أهلية النظر ولم ينظر مش عصى، عشان هناك شرط أساسي بدعاصي،
يعني إن كانت فيه الآلية ولم ينظر يعتبر ترك النظر حرام، وطالما ترك النظر حرام فيكون عاصيا. أما هنا ترك النظر، النظر نفسه شرط كمال مش واجب يعني، فإذا تركه لم يترك واجبا وإنما ترك إيه مندوبا أو مستحبا، فيكون خالف الأولى ولا يكون عاصيا. إذا هذه هي إيه جملة الأقوال الستة، أصحها أو المعتبر أن ده طبعا عند أهل السنة والجماعة أن إيمان المقلص صحيح، ولكنه عاص بترك النظر بشرط وجود الأهلية. واضح كده؟ ليه؟ عشان نخرج العوام ونخرج مثلا اللي هم، وخد بالك العوام مش المراد يعني اللي هم غير أصحاب الدبلومات والكليات والجامعات، لا، العوام بما فيهم أصحاب الجامعات والكليات والأساتذة وعلماء الذرة وكل ده عوام، ما لم يكن من أهل هذا العلم يبقى عوام. هيستوي الأستاذ والأستاذ المساعد واللي فوق منه وعميد الكلية ورئيس، كله من العوام طالما لم يدرس الأدلة اللي هي بتاعت مين علماء الكلام يعتبر عامه. خلاص كده؟ فمش عوام يعني معناها، لا، كل العوام بما أولكم. والحق الذي عليه المعول أنه مؤمن عاص بترك النظر إن كانت فيه أهلية. الحمد لله احنا وافق كلامنا كلام ايه مولانا الشيخ اللي ايه الشيخ أحمد الصدوي. والحق نقولنا يعني كده أصح الأقوال، لأنه هو جاء هنا على جهة الجزم والقطع، قال والحق الذي عليه المعول يعني عليه التعويل وعليه الكلام أنه مؤمن أي مقلد عاص بس إيه بترك النظر إن كان فيه أهلية. والآن نشيل كلمة إيه عاص ليه؟ لأنه لا توجد أهلية إلا عند من إيه من رحم الله، لأنه أصبح ابتعد الناس وهجر هذا العلم. شيل حتى كلمة يعني بترك النظر إن كان فيه، إن مش إذا، إن على فرضه. نعم. واعلم، واعلم أنهم اختلفوا في الإيمان فقيل هو المعلم. الآن عرفنا معنى التقليد. نعم. وعرفنا المراد بالمقلد. نعم. وعرفنا معنى الدليل الجملي والدليل التفصيلي ومحصل الأقوال في إيمان المقلد وأنها ستة، وأصح هذه الأقوال الستة والذي ارتضاه الشيخ والذي عليه الجمهور أن إيمانه صحيح، ولكن يبقى المعصية ليست له لنقص في الإيمان، ولكن لترك النظر، لأن إذا كان فيه له فيه أهلية. الآن هنتكلم، الآن تكلمنا في إيمان المقلد وأقوال العلماء فيه وتعريف التقليد، لكن نريد أن نعرف ما هو الإيمان الذي يكون إذا قلد فيه الإنسان إيمانه صحيح أو غير. إيه هو الإيمان؟ إيه المقصود بالإيمان نفسه؟ نعم. إلا عليه الإيه المعركة التي دارت. نعم. 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 ما لسه ده السؤال اللي أنت بتسأله، هو اللي إحنا الآن ما المراد بالإيمان ده؟ هو ده السؤال. فقيل هو المعرفة، ورد ذلك بأن كثيرا من الكفار يعني ما المراد بالتقليد في الإيمان؟ يعني هل هو المراد بالتقليد في المعرفة؟ يعني مثلا واحد مثلا يعرف الله تعالى ويعرف ما يجب له من صفات الكمال وتنزه الحق عن صفات النقص، سواء كان هذا إيه بالإجمال أو بالتفصيل للصفات العشرين، هل هو هذا المراد اللي هنتكلم فيه؟ يعني هل المراد بالإيمان المعرفة؟ بعض قال نعم المراد بالإيمان المعرفة، قال هذا القول مردود. ليه؟ ليه مردود؟ ولو رد ذلك بأن كثيرا من الكفار يعرفونه كما يعرفون أبناءهم مع أنهم كفار، فلو كانت المعرفة تستلزم الإيمان لكان كل من عرف لكان كل من عرف أن الله واحد ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله مؤمنا وليس كذلك،
وهذا القول مكذوب على الإمام الأشعري رحمه الله. يعني كأنه عاوز يقول لك قال الإمام الأشعري أن المراد بالإمام المعرفة. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك ليسوا مؤمنين. يبقى معناها كونك تعرف أن الله تعالى واحد وأن محمد رسول الله ليس هذا هو الإيمان، يعني ليس الإيمان هو المعرفة. وعشان كده قالوا القول ده مكذوب على مين؟ على الإمام الأشعري رضي الله تعالى. لأنه الإيمان المنقول والمعتمد عن الأشعري وعن أهل السنة هو التصديق مع القبول والإذعان وليس مجرد المعرفة، لأن الله تعالى جمع بين الجحود وبين الإيه المعرفة في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. شوف كده يبقى معناها جمع بين الجحود وبين الإيه وبين الجحود. لا يراد بالإيمان، لا يمكن يراد، إنما المراد به التصديق والإذعان والقبول. يعني تصديق بإذعان وقبول، حتى لو وجد التصديق مع عدم الإذعان لا يكون إيمان. يعني معناها تصدق وتذعن وتقبل. واحد مثلا مصدق انه فلان ده رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية، ما تقدرش تنكم الواقع، هيقولك مجنون. لو قلت فلان ده مش رئيس جمهوريتنا إذا ده خروج عن الايه عن ما هو واقع ومقرر. يبقى هو مصدق ولكنه نفسيته مش قابلة أو غير مذعن، ده حاجة تقع. يبقى الإمام ما ينفعش تصديق فقط، ولكن تصديق مع إذعان. زي مثال ضربوا لنا مرة بيقول لك إيه ظهرت النتيجة، وأنت طبعا كنت مجتهد ومذاكر وعامل حسابك إنك هتطلع الأول، فبصيت لقيت واحد سبقك والورق أمامك وطال الأول على الكلية، فخلاص أنت لا يسعك إلا إيه إلا التصديق. ولكن هل أنت مذعن؟ هل أنت قابل للنتيجة دي؟ هل أنت مقر بها؟ لا، لكن مصدق. يبقى كده مجرد التصديق من غير إذعان وقبول، يعني معناها الإيمان يعني مذعن وراضي ومنفعل كده وموافق ظاهرا وباطنا، إنما أنا مصدق لأنه مش حقدر أنكر، ألزمتني الحجة، أنا كده ما لا يسعني إلا الإقرار، ولكن غير مذعن أو غير راض. خلاص كده؟ إذا ما ينفعش الإيمان، فالإيمان تصديق مع إيه؟ إذعان وقبول. كده؟ لما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها، يعني هو مصدق موقن إنه ده حق ولكنه جحده. يعني جحد يعني لم يذعن ولم يقر. واضح؟ نعم. وقيل هو حديث النفس التابع للمعرفة، أي قول النفس آمنت وصدقت بعد المعرفة التي هي الجسم المطابق للحق عن دليل. فلو كان حديث النفس تابعا للتقليد لكان مقتضاه أنه ليس بمؤمن. إذا هنا هذا القول الإيمان هو حديث النفس، يعني عارف إيه معنى حديث النفس؟ عارف اللي هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقال إنه الشيطان يريد أن يقول له يعني يتدرج به من خلق هذا من خلق هذا، فحتى يقول له من خلق ربك. وقال أحد الصحابة يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما نتعاظم، يعني نستعظم ما نتجرأش نقوله، يعني بنجد في نفسنا كلام عن الله تعالى وعن الغيبيات الواحد ما يسمحش نفسه، يعني يدي نفسه مثلا حاجة كده يعني ولا إيه يتجرأ يعني يستعظم أن يقوله، بس بنجد فين؟ في داخلنا. فقال صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه، يعني وجدت قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان أو ده الإيمان ده اللي هو ايه
ما دامت انت تعظمت انك تقول الكلام ده او تحكيه يبقى انت كده مؤمن. انما اذا تجاسرت وما عندكش هيبه وقلت ولا همك يبقى انت غير مؤمن. شوف لما تعاظموا ان يقولوا هذا الكلام قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك هو صريح الايمان. اهو المراد بكلمه ايه؟ حديث النفس التابع للمعرفه. يعني انت بتقول كده مش في نفسك, يعني مش بلسانك, ده كلام نفسي جوا, يعني نفسي بتقول كده انا مؤمن ومصدق ومقر في نفسه. بعد المعرفه التي هي الجزم المطابق للحق عن دليل. فلو كان حديث النفس تابعا للتقليد لكان مقتضاه انه ليس بمؤمن. لازم يكون تابعا ايه؟ عن معرفه. نعم. حديث النفس هذا يعني نفس المعنى بخاطر؟ نعم. نفس المعنى بخاطر؟ نفسه؟ حديث النفس هذا بمعنى؟ خاطر؟ خاطر, معنى الخاطر, لانه ليس حديثا لفظيا زي قوله يعبر عنه ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما حدثوا به انفسهم. هذا هو حديث النفس, يعني يجد الانسان في نفسه او يحدث نفسه بكلامه مقتضى انه مؤمن. ما هو ايه اللي خلى الانسان يتعاظم او يعني يتهيب ان يلفظ به؟ معناه هو ليس ألفاظ إلا لما سمي حديث نفس. حديث نفس يعني حاجة زي الكلام النفسي, إن الكلام أو ده حديث النفس, يعني حاجة بينك وبين نفسك. ففي الآية الأولين قالوا من يسرق فقد سرق أخ لهم. فأسرها يوسف في نفسه, قال أنتم, ولم يبديها لهم, قال أنتم شر مكانا والله. كل ده في نفسه, يعني لم يتلفظ به. ويقولون في أنفسهم, يعني هو بينه وبين نفسه يقول لك ده ممكن ربنا يعذبني بالله بقوله. لكن هل سمع أحد ذلك منهم؟ عارف لو سمع واحد منهم ذلك يبقى لا يقول الحق تعالى ويقولون في أنفسهم, يقول ويقولون خلاص ويقولون لولا, ما دام سمعناه. انما اخبر الله تعالى عما يدور بينهم وبين انفسهم. وهذا دليل قاطع على قوله الا يعلم من خلق. لو فهموا هذا بعد سماعه في كتاب الله يتلى عليهم لسارعوا الى الايمان ولم ذكر ربنا كشف حاجه بينك وبين نفسك يا مغفر. عاوز ايه ثاني؟ حاجه جواك اخرجها. يعني الوليد بن المغيره كيف سمع قول الله تعالى ذرني ومن خلقت كمل كده وما هدت له ثم يطمع ان كلا انه كان لاياتنا سارهقه صعب. كمل انه فكر. طيب بالله عليك لما انت بتفكر كيف انا اعرفك انك بتفكر؟ أنا لا يمكن أقول أنك تفكر إلا إذا أنت أخبرت أو ممكن سيبنا فكر شيء. إنما كيف أقول عن إنسان إنه فكر؟ هل أنا دخلت؟ لا. وبعدين هو قدر كمان, يعني قاس ونظم. وبعدين معلش أسيبك من دي ديش يعني ده. ثم ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. آخر حاجة النتيجة دي فقال لي سموها. إنما اللي دار ده كله العدد دي نظر وعبس وفكر وقدر. هل يعلم مخلوق القصة دي؟ فكيف لما سمعها لم يهتدي للإيمان, مع أنه لا يمكن لأحد في الدنيا أن يصل إلى ما دائما في داخله؟ لم بالعكس, لم انت ممكن تكون يعني بتفكر وتقدر وتخطط وتتآمر علي وانا بحتضنك واجعلك من اقرب الناس ولا يمكن اطلع على هذه السرائر. فالهداية من مين؟
يعني بعد أن سمع هذا لم يكن يسعه إلا الإيمان، لكن لولا أن ختم الله على قلوبهم وجعل على إيه ختم الله على ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة فمن يهديهم من بعد. ومعناها ممكن والله يكون عرف الحقيقة لكن ما يقدرش، ختم الله وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. يعني عاوز يقول لك الله تعالى مهما ظهرت له البراهين الساطعة والأدلة القاطعة ولكنه لا يمكن أن يسلك مسلك الهداية إلا إن أردت له ذلك. نعم. ولكن قال المصنف إن هذا تعريف للإيمان الكامل، فالتابع للتقليد إيمان إلا أنه غير كامل. يعني عاوز يقول لك يعني هذا التعريف اللي احنا قلنا ده ده تعريف للإيمان الكامل. التابع للتقليد إيمان، وهو إيمان يعني يأخذ حكم الإيمان، ولكنه لا يقال إنه إيمان كامل إلا إذا كان عن نظر ودليل وبرهان، أو يقال إنه تعريف لأصل الإيمان ويكون جاريا على أحد القولين المتقدمين في المعرفة. وهذا القول الأشعري وأبي هي أحد القولين المتقدمين في قولين متقدم في المعرفة، عارفينهم إيه؟ اللي هي الجزم المطابق للحق عن دليل، أو الجزم المطابق للحق من غير دليل. فالمعرفة تشمل إيه؟ القولين معا. المعرفة معناها الجزم المطابق للحق عن دليل أو عن غير دليل. ولذلك في فرق بين العلم والمعرفة، العلم ما يقالش عن غير دليل، إنما المعرفة ممكن قلدت فيها إيه؟ إنسانا. وهذا القول الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرايني وجمهورهم رضي الله عنهم. الأشعر احنا عارفينه في الإمام أبو الحسن الايه الأشعر، والباقلاني محمد بن الطيب بن محمد قاضي كبير من كبار علماء الكلام، برضو يعني يعتبر من أئمة المذهب في الأشاعرة، تمام، بغدادي، وتوفي أيضا مكتابه في كتاب إعجاز القرآن للباقلاني. خلاص يلا قال سيد ابن العربي أقسام الإيمان خمسة. والإسفرايني عارفينه أستاذ نشأ في إسفرايين بين نيسابور وإيه وجرجان، هذه البلد اسمها إيه إسفرايين. قال سيد ابن العربي رضي الله عنه أقسام الإيمان خمسة. ابن العربي اللي هو إيه مش القاضي اللي هو المالكي أو بغدادي، وذلك يفرق بينهما فيقال بالألف واللام، فكان هنا المفروض قال ابن عربي من غير ألف واللام، اللي هو إيه الشيخ محي الدين ابن عربي وصاحب كتاب الفتوحات المكية. أما إذا سمعت قال ابن العربي اللي هو القاضي المالكي له كتاب أحكام القرآن. هنا المراد محي الدين ابن عربي الحاتم الطائي، وليس إيه، وبعضهم يقول كده قال ابن العربي ويريد بها، لكن استقر الأمر على التفرقة بين الاثنين بالألف واللام. الأول إيمان تقليد، وهو من أخذ العقائد عن شيخ وجزم بها من غير معرفة دليل. يبدو ابن العربي ده، والثاني سيد محي الدين ابن العربي، ابن العربي الثاني بتاع أحكام القرآن، الاثنين برضو من الأندلس، ده أندلس وده أندلس. يعني ده من الأندلس وده من الايه؟ من الأندلس، خلاص اثنين أندلسيين، واحد قاضي فقيه مالكي ولد في إشبيلية سنة 468 وتوفي في سنة 543، اللي هو مين؟ المالكي. والثاني توفي في سنة 638، اللي هو مين؟ محي الدين ابن العربي. نعم. ويلقب عند الصوفية بالشيخ الأكبر. في واحد ثاني يلقب بسيد الطائفة اللي هو الإمام الجنيد. الأول إيمان تقليد، وهو من أخذ العقائد عن ابن العربي. ابن عربي يقول الإيمان خمسة أقسام،
إيمان تقليد وإيمان علم وإيمان عيان وإيمان حق وإيمان حقيقة. اسمع هذا الكلام اللي حيكبل يلا. الأول إيمان تقليد وهو من أخذ العقائد عن شيخ وجزم بها من غير معرفة دليل. يعني أخذ العقائد عن الشيوخ أو عن العلماء والجزم بها من غير دليل اسمه إيمان التقليد. نعم. وهو صحيح إن شاء الله. نعم. وإيمان علم هو معرفة العقائد لأدلتها وهذا من أهل علم اليقين. يعني إيمان عن علم يعني عن معرفة فلا يكون مقلدا يعني يعرف الأدلة. يعني إذا سئل عن أي عقيدة يعتقدها يقيم عليها الدليل العقلي أو الدليل النقلي فهذا يعتبر من أهل إيه؟ علم علم اليقين لأنه الإيمان بتاعه يقين. نعم. مش من أهل العلم علم اليقين. أيوه. وكلا القسمين صاحبهما محجوب. أيوه. وإيمان عيان وهو معرفة الله بمراقبة القلب فلا يغيب ربه عن خاطره طرفة عين بل هيبته فلا يغيب ربه أماش. نعم. بل هيبته بل هيبته في قلبه كأنه يراه وهو مقام المراقبة وعين اليقين. الإيمان الثالث ده إيمان إيه؟ إيمان عيان. تعرف ده موجود في الحديث بتاع سيدنا مين حارثة لما قال له كأن عرفت فلبه أو ده إيه عيان يعني ده يعان كأني أنظر إلى الأرض. وذلك الحديث عبد الله كأنك إيه تراه يعني عايش في مقام المراقبة ده اسمه مقام ده اسمه إيه؟ مش علم يقين ده اسمه عين يقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لترونها عين اليقين. وبعدين والعياذ بالله لما هيدخل فيها ده إيه إن هذا لهو حق اليقين مش عين ده خلاص يبقى في علم يقين وفي ايه عين يقين وفي حق يقين يعني مش مصدق هديك شوف تابعينك اخش يبقى الاول علم يعني مش من غير ما يشوف علم لا ولما رآها عين يقين ولما اصطلى بنارها حق يقين واحد شايفها بعينه يقول لك اب خلاص يبقى. الرابع ايمان حق وهو رؤية الله بقلبه وهو معنى قولهم العارف يرى الله في كل شيء وهو مقام المشاهدة وحق اليقين. يعني ده إيمان العارفين يعني يرى الله تعالى رؤيا قلبية بمعنى أنه يرى الله تعالى في كل شيء يعني لا يرى شيئا إلا ويرى الله تعالى بمعنى أنه يربط وجود هذا الشيء بوجود الله مش معنى هذا الشيء هو الله لأن معنى هذا إيه؟ وحدة الوجود إنما إيه المراد أنه يرى الأشياء من حيث أنها موجودة بالله تعالى وليس بذاتها أو ده معنى إيه ها؟ معنى إيه أن يرى الله تعالى في كل شيء ده اسمه إيمان حق اليقين ده. نعم. وصاحب هذا المقام والذي قبله يستدل بالحق على القلب. جميل إذا وصلت إلى هذا المقام لا تستدل على الخلق ما تستدلش على وجود الله تعالى ده العكس تستدل على وجود الله وجود الخلق بوجود الله. نعم. الخامس إيمان حقيقة وهو الفناء بالله عما سواه والسكر بحبه فلا يشهد إلا إياه كمن غرق في بحر ولم ير له ساحلا وهذا ليس له دليل ولا مدلول. يعني عاوز أشبه هذا الإيمان وصل إلى درجة مقام ده مقام مش معناه حيتلاشى حيث اسمه مقام زي واحد غرق في بحر طب غرق لا شايف لا ساحل ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا في رجته فهذا ليس عنده لا دليل ولا مدلول خلاص فني عن به عن الموضوع. نعم. ده الحقيقة هي هذه هي الحقيقة أعلى حقيقة. فالواجب على الشخص أحد القسمين الأولين وأما الثلاثة الأخر فعلوم ربانية يخص بها من يشاء. يعني الواجب عليك من ناحية من جهة علم الكلام القسم الأول والقسم الإيه؟ الثاني اللي هو التقليد ده أو إيمان العلم. طب الأقسام الثالثة دي مقامات يعني أنت تسلك هذا الطريق
طريق أهل الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد يمنحك أو قد يفيض عليك أو قد يكرمك أو يوصلك سبحانه وتعالى، لكن معناه ما فيش طريق نظري أو علمي للوصول، إنما هو ده إيه فتح أو فيض منه سبحانه، فضل من الله تعالى. إيمانه لم يخلو من ترديه، قوله من ترديه. إذ جاءنا قلنا إذ كل من قلد في التوحيد خلاص كده البيت ده فهمنا. إيمانه لم يخلو من ترديه. إذ جاءنا التقليد محصور في إيه؟ في مسائل العقائد لعلم التوحيد، أما ما عدا ذلك باتفاق العلماء أنه يجوز التقليد. ولذلك إحنا كلنا كده بجملتنا مقلدة في الفروع، هذا مذهب حنفي، هذا مالك، هذا إلا من وصل لأهلية الاجتهاد، إما الاجتهاد المقيد يعني في دائرة مذهب معين أو مرتبة الاجتهاد المطلق اللي لا يتقيد بمذهب من المذاهب. فيبدأ إذن من لم يبلغ درجة الاجتهاد اللي هو إيه ومقلد مهما على كعبه ومهما كان شأنه، فلم يخرج عن دائرة التقليد فيه الفروع. لكن تجد ايه اكثر الناس مقلدة في الاصول والفروع، يعني هو مقلد في كل احواله، حتى في شؤونه الدنيوية برضو فيها مقلد، في لبس الحذاء ولبس الملابس وعملية الاغتسال والاكل، هو مقلد، فهو مقلد في كل شيء. قوله من ترديه أي تردد وشك وتحير. خلاص؟ نقف هنا على كلمة إيمانه لم يخلو من ترديد، وإن شاء الله تعالى يبقى موعدنا معكم بعد شهر رمضان، أعاده الله تعالى علينا وعليكم بالتوفيق والبركات، وندعو لكم إن شاء الله بأن يوفقكم للصيام والقيام، وأن يأخذ بأيديكم إلى سبيل الرشاد، وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، أن يجمع القلوب على طاعته، يجمعنا بكم على الخير إن شاء الله تعالى. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى